وصل غين محمد نائب الموثق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل. نشكر موقع الدار الذي أتاح لنا الفرصة للتعبير وإيصال صوتنا إلى الجهات المسؤولة حول تردي وهشاشة العيش في المناطق الجبلية، وخاصة في هذا الوقت بالذات الذي تزامن مع تساقطات مهمة من الثلوج، ونتج عن ذلك مشاكل كثيرة منها تسجيل عدد من الوفيات على مستوى منطقة إيميل شيل ناتجة عن العزلة، ونتيجة كذلك عن غياب البنية التحتية، وإن وجدت لكن لا تجدي نفعا بحكم أن الدواوير كانت معزولة والمسالك كانت صعبة، وبالتالي الانتقال من دوار إلى دوار أو وصولا إلى إيميل شيل أو إلى ميدلت يتطلب وقت كبير جدا، وهذا يعني نتيجة تردي الخدمات الصحية والبنية التحتية وخاصة البنية الطرقية بالمناطق الجبلية. بهذه المناسبة نتقدم بأحر التعازي والمساواة إلى أهالي الوفيات، ونلتمس ونطلب من الجهات المسؤولة التدخل بشكل استعجالي للحد من هذا النزيف الذي تتعرض له الحوامل والرضع على مستوى المناطق الجبلية بشكل عام. ورسالتنا إلى الجهات المسؤولة كذلك بضرورة سن سياسة عمومية عادلة منصفة للمناطق الجبلية، وكذلك نود إيصال رسالة مهمة إلى الجهات المسؤولة وخاصة على مستوى الصحة بإعادة النظر في الخريطة الصحية التي أفرزت واقعا مختلا مجاليا بالمناطق الجبلية، ونتمنى أن يصل صوتنا إلى جميع الجهات المسؤولة باعتبار أن المناطق الجبلية منغمسة في التهميش والفقر، وبالتالي لا بد من سن سياسة عمومية ملائمة ومنصفة للمناطق الجبلية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.